الفنيه كابتن شادي ابراهيم عادل في ظل غياب رمضان صبحي، في ظل غياب عمر مرموش ايضا، ممكن يكون هو الخيار الانسب في هذه المرحله للمنتخب الاول، ولا كان الافضل يتساب للمنتخب الاولمبي اللي هو قائده وهو كابتنه وعندهم كمان معسكر مهم جدا قبل الاولمبياد؟ والله في اولويات يعني، خلينا نمشي بنظام وانا اكون امين معاك جدا. اسمح لي بقى، انا كل استوديو اتورط في سؤال صعب او صعباني شويه. اولا ان قاعد معاك حد انا اميل دايما لمدرسه النظام، ايه لوائح انا بقيت 30 لعيب ولا 25 لعيب واثنين لعيبه مش موجودين فاجل علشان خاطر اثنين؟ طب ما في كل حته في العالم بيستخدم اللعيبه اللي ما بتلعبش اجهزها في الكاس تبقى موجوده وتاخد فرص لعبه اكتر. يعني ايه اثنين لعيبه؟ اللائحه بتقول لو اثنين لعيبه فما فاجلوا الماتشات. اكتر من اثنين لعيبه يعني من انا ما بقابلش بالحاجات، انا احب الجديه في القرارات، الجديه في اللوائح، الجديه مع الانديه، الجديه في القرارات. عايز نستحق دوريات ونستحق نظام ونستحق كل حاجه كويسه علشان دي مكانتنا الطبيعيه في افريقيا. دي حقيقه ضد من الاساس تاجيل مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز يا حبيبي. هي انا بقول كده دايما اللي سمع حوار كولر ده حل قلناه من 14 سنه، بدل ما تطلع فرق من الدرجه الثالثه علشان انتخابات ولا تزود عدد الفرق الدوري، قلل عدد الفرق عشان الدوري يبقى قوي، فبالتالي المؤجلات هتبقى قليله لغايه لما تحط، تبقى واقف على ارض صلبه، تحط لوائحك المنضبطه اللي تمشي على الجميع، ثم تبتدي المركب تمشي. يبقى ابتدينا حافظنا على قوه الدوري بتاعنا مع قرار اللي انا بحترمه جدا، القرار المحترم بعوده الجماهير، يبقى القيمة التسويقية هتعلى مع نظام احنا رحنا بالدوري خطوتين ثلاثة. ما الكلام ده بيأخرنا اتنين، واحد ونص، واحد وربع، ما دي حاجة تضايق بصراحة. ما فيش كده، ما فيش كده. فأنا بشوف اللي دي حاجات ما فيهاش الجدية. فيما يخص اللاعب طبعا ما فيش عليه خلاف، ابراهيم عادل من اللعيبة اللي مستقبلها واعد وطول الوقت الكلام عنه ايجابي من كل محللين في مصر كلها. لعيب كويس جدا، وعلشان كده مهم جدا المدرب الحته النفسيه اللي هو سخنه وبعد كده ما نزلوش، انزل واحد تاني، الحاجات دي تاثر في الولد، لازم يبقى في معاه كلام. انت هتحتاج اللعيبه زي ما غاب رمضان احتاجته النهارده، جاب هدف خلص لك الثلاث نقاط. فبالتالي لا طبعا لعيب كويس.